ديال بيرارا فرحان مزيان، كل شيء هادي على خير وبخير. حاجه الملك، حاجه الملك. والأوبرا ما شاء الله فهو مزيانه ومتميزه، هي اللي متميزه عندنا في حمريه هنايا، وهذا وهذا والجوده والكاليتي، وبالنسبه للسيرفيس كل شيء عندهم مزيان وصافي. هذا الشيء اللي كاين ديما أوبرا وديما مغرب. ان شاء الله المغرب هذا العام اللي غادي يشديها ان شاء الله، والكاس ديالنا ان شاء الله، وديما مغرب. لابوان ان شاء الله من هنايا، ديما مغرب ان شاء الله، واخا ما غاديش تربح ان شاء الله ديما غادي نشجعوها، وديما غادي نكون معاها ان شاء الله، وديما مغرب. المغرب ديما تيدير بحال التفاؤلات هادو، وحنا كنشجعوه في جميع المباريات، ونحبوا المغرب. والله الا ديو غير بحذاب، والله الا دابا غير ماركي ولا خسروا هاني، المهم دايز ان شاء الله وغنديو كاس افريقيا. الحمد لله دابا تنتفرجوا في المباراه وعجبتنا المباراه مزيان، الدراري تيلعبوا مزيان، وان شاء الله بغينا النتيجه تكون مزيانه، مازال لا ما بينو لنا حتى حاجه. ايوا يا ربي بغيناهم ان شاء الله يوصلوا للكاس النهائي على ربي. وشكرا. اليوم هاد المقابله كانت شيقه بزاف، وهاد المقابله وما شاء الله مقابله خارجه 20-0 ان شاء الله باذن الله. ايوا الكفرة احنا غادي في الطريق للتاهل ان شاء الله، الماتش الجاي غادي يكون ضد البنين ان شاء الله، غادي نتلاقاو، كنا غادي ندوزو بلا فخوة ان شاء الله، ان شاء الله غادي ندوب ان شاء الله كاس افريقيا، ان شاء الله غادي نلعبو الفينال ضد الجزائر. Eh bien, ce fut un plaisir aujourd'hui, c'est vraiment un événement vraiment fort. Voilà, vous voyez l'événement, c'est vraiment fort, c'est de l'ambiance. Nous sommes à la mouvement. On dit ma hmra ou la tlaq al mra. Dis ma hmra ou la tlaq al mra. Dis ma mghrib. Bon, c'est bon. C'est bon, voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un événement fort, spectaculaire. Nous sommes qualifiés en 8e de finale. Aujourd'hui, je suis marocain à 100%. Salut tout le peuple marocain parce qu'ils ont fait un très bon match depuis le début du tournoi. Ils ont fait un très bon match. Le premier match, le deuxième match, ensuite le troisième match. Ils ont pré-qualifié le premier de la poule. Donc je les remercie et je souhaite un bon courage pour la suite. Félicitations au Maroc. Vive le Maroc. Khouti, salam alaykoum. Kif mechou ma'ana le match l'oul. Jina, dhakna, l'abna, nchitna. Ana l'mara tsaniya kandouz ma'a Wizzan News. Dima dhakin, dima nashtin, dima. Rbihna le match l'oul. ما كتشوفوا معنا جماهير غفيره، مفرحينا نشطنا، الحاجه الوحيده اللي غنقولوها كنتمنوا من الله ان شاء الله يربحوا بالكاس نهايه النشره. الى اللقاء. فرحانين بزاف والله، ما عندناش كيفاش نديروا الشهود، هادشي زوين بزاف. كنا كنتسناو شي حاجه غادي يفرحونا. كنشكروا المنتخب واللاعبيه ديالنا، الدقائق الاخيره بزاف بالقلب. وديما صح، حنا فرحانين بزاف بهذا الفوز هذا، وكنتمنى يبقاو هكا ان شاء الله. حنا كيعجبنا المغرب بزاف، وكنتمناو يزيد القدام اكثر 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 كلينا، وان شاء الله مازال الخير القدام. هذه مازال هي البدايه ان شاء الله، ومازال القدام كل شيء القدام. وشكرا. السلام عليكم، حنا فرحانين بهذا الفوز هذا ان شاء الله، ان شاء الله نديو الكاس ان شاء الله. ديما مغرب. السلام عليكم، مبروك، كنت نهنئوا الفريق المغربي بهذا الفوز هذا، ونتمنى من الله ان شاء الله ياخذ الكاس، وديما المغرب، وتحيه كبيره كبيره للشعب ديال الكناس، وتحيه كبيره للمغرب، ديما المغرب. فرحانين اليوم حيت ماركاو، وكنا عارفينهم غادي ماركيو، حيت حنا عندنا منتخب ديال بصح، وحنا فرحانين بزاف بزاف بزاف. دزنا بالعلامه الكامله بتسعه ديال النقاط، الحمد لله، فرحوا الشعب المغربي، وديما المغرب، وديما المنتخب المغربي. المخابره كانت زوينه بزاف، وفرحانين بزاف حيت ربحوا، ومبروك عليهم الفوز.
السلام عليكم، انا أصقع كريمه من مدينه مكناس. انا فرحانه جد فرحانه على المغاربه ديالنا اللي حمروا لنا الوجه، وكنتمنى ان شاء الله المقابله الجايه باش يكون احسن، وجوج ولا ثلاثه زيرو، وكنتمنى ان شاء الله لهم الصحه والاحسان ان شاء الله. وكنشكر الناس على المغرب كامل اللي ساندوا هذه الفرقه المغربيه ان شاء الله، وشكرا جزيلا. تجربه المباراه هذه وفرحانين بزاف نتلج مور ديال مكناس كامل، شكرا بزاف. كنشجعوا المنتخب المغربي ومبروك الفوز، مرحبا مبروك وكاع فرحانه مره مبروك. ديما الماروك، ديما ماروك، ديما ماروك. هذا العام ان شاء الله ديالنا، ان شاء الله الكره تقدمات في المغرب، وان شاء الله المغرب ديما 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 ماروك، وان شاء الله مكناس مكناس ويسلان وهذا المنبر تاع ويسلان، ان شاء الله المغرب غادي يديها ان شاء الله. ومن هنايا ديما ماروك، ديما ماروك، ديما ماروك.